أسباب السعادة أو عنوان السعادة. ده سعادة خوشبختي أسباب أو يا عنوان. السعيد هو الذي تراه عند النعم شاكر لله سبحانه وتعالى. خوشبخت إنسان هغا دي جهاغي سر نعمتنا إي أو دا الله رب العالمين شكره باسي. وعند الابتلاء عند المصيبة تجد صابر أو دا امتحان أو مصيبة بوخكي أغا صبر كون كيوي. وعند المعصية يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى أو دا قناة بحالت كده الله رب العالمين نبخنا غواري واستغفار غواري. ضد هذا نسأل الله العافية السلام أسباب الشقاء والتعاسة. بالكل ده دي برعكس اغا ده شقاوته وبدبختي اسباب دي الله رب العالمين يتبنى وطاسه وسادة. عند النعمة تجد كافر جاحد للنعمة نسأل الله السلام. ده نعمة بوخي اغا انكار كي ده نعمتنا انكار كي شكر ده الله رب العالمين نوباسي. وعند المصيبة متسخط معترض او تي مصيبات براشي نبيا غصي واعتراض كيف الله باندي يعترض بقلبه اخبال زرق اعتراض كي يقول لماذا انا ويولي ده مصيبة بمارا غلي يعترض بلسانه فجب باندهم اعتراض كي يسب يشتم يلعن كنزلي كي لعن طعنوي يعترض بجوارح يكسر يشق ينتف الشعوب اندامون باندهم خبل دغ جهالت خي كلا ويختش كي كلا كبريش كي وكلا زانوي. الثالث ان الانسان اذا اذنب استغفر فالشقي نسأل العافية والسلامة اذا اذنب اصر على الذنب ولا يستغفر. درام چه ده خوشبخت انسان نچه کله هم گناه وشی استغفار و غاڑی بخنه و غاڑی او بدبخت انسان نچه گناه وشی اغا بخنه و توبه نو باسی. لو ننظر في احوال الناس نجد ان الناس لا يخرجوا عن هذه الثلاثة احوال. کچر ده مونگ ده خلق و حالات تو گورو نده دره و حالات و نخالی نده سراء سراء نعم يعني نعمتون ورباندی خوشحالی و مصيبة او مصيبت ورباندی او معصية او يا گناهگاری والله اعلم الله اعلم.